بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحب أثني وأشكر كل القائمين على هذا المعهد، وخصوصا المدير الأستاذ علي المصري وأستاذنا الفاضل المدربنا الأستاذ أحمد عبد الحميد. بصراحة حنا استفدنا جدا جدا من هذه الدورات المقدمة منهم، وحسينا احنا مو في معهد، لا بالعكس، احنا عند عائلة، عند عائلتنا بالضبط بصراحة، من الكبير للصغير. بالإضافة إلى فتحت علينا آفاق جديدة، احنا كنا مغمضين وأصبحنا مفتحين بصراحة بعد ما أخذنا الدورة وأخذنا التولز والأدوات اللازمة كلها للتداول، سواء كان في أسواق المال السعودية أو الأسواق العامة العالمية. وأحب أشكر الجميع هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.